ما رأيكم في من يصوم كل الأيام في أيام مصيبته كأن يسجن، مستندا إلى فعل الإمام أحمد رحمه الله يوم أن سجن، حيث كان يصوم كل الأيام؟ وهل كان الإمام أحمد يفعل ذلك؟ ما أدري عن هل كان الإمام يفعل هذا، لكن إذا أصابته مصيبة وتضرع إلى الله، صلى ودعا أو صام ودعا، فهذا أقرب إلى الإجابة. إذا أصابته كربة، وتضرع إلى الله جل وعلا وصام ودعا وهو صائم، أو صلى ودعا بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، هذا أقرب إلى الإجابة بلا شك. نعم.